يشهد العالم تطورا كبيرا في الاستراتيجيات العسكرية، وقد تزايدت أهمية القوات الخاصة في المعركة الحديثة نظرا لقيامها بمهام ذات طبيعة خاصة تتطلب كفاءات ومهارات عالية في ظل ظروف معقدة، سواء كانت طبيعة الأرض أو الطقس أو الإمكانيات الإدارية. وتنفيذ أعمال قتال ضد قوات قد تكون في ظروف أفضل، وهو ما يتطلب إعدادا وتجهيزا على أرقى المستويات لفرد القوات الخاصة للتعامل مع كافة الصعوبات والتغلب عليها. وفي مصر يعود التفكير في إنشاء تشكيل تنظيم للقوات الخاصة إلى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، حيث تم إرسال أول بعثة تضم مجموعة من أكفأ الضباط للحصول على فرقة القفز بالمظلات في إنجلترا، وكذلك للحصول على دورة من الولايات المتحدة الأمريكية. وعملت هذه المجموعة بعد عودتها على إنشاء أول كتيبة مظلات مصرية عام 1954، كما أنشئت مدرسة الصاعقة بأنشاص أوائل عام 1957، ومعها بدأ تكوين النواة الأولى لوحدات الصاعقة. وقد سجل التاريخ مشاركة القوات الخاصة في كافة الحروب التي خاضتها مصر لتنفيذ العديد من الكمائن والإغارات الناجحة في عمق دفاعات العدو شرق القناة، وبث الرعب والفزع في نفوس قواته انتهاء بنصر أكتوبر، لتسطر القوات الخاصة أناشيد النصر بحروف من نور وهي تحمل شعار الفداء والمجد. ويمثل الفرد المقاتل محور اهتمام داخل وحدات الصاعقة باعتباره ركيزة أساسية لمنظومة الكفاءة القتالية لتلك القوات، وهو ما يتطلب اختياره وفقا لمواصفات دقيقة تتناسب مع مهماته القتالية المتعددة وإعداده بدنيا ونفسيا وتنمية قدرته على التحمل التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة تامة. وتتميز تلك القوات بمستوى عال من التدريب والدقة والعمل بروح الفريق ضمن وحدات صغيرة قادرة على اختراق خطوط العدو، إضافة إلى القدرة على التعامل مع أحدث الأسلحة والمعدات ووسائل الاتصال المتطورة، والتي تعتبر من أهم عوامل تفوق تلك القوات للقيام بأصعب المهام وأكثرها حساسية. تبدأ عملية إعداد الفرد المقاتل داخل وحدات الصاعقة برفع مستوى اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل وإكساب الفرد المهارات البدنية الخاصة وتدريبه على أعمال السباحة والغطس والتجديف وطرق الإسعافات الأولية وأعمال الإنقاذ. ثم ينتقل التدريب لمستوى متقدم يتم فيه التدريب على الغطس الهجومي والدفاعي وأعمال التسلل باستخدام وسائل مختلفة، وكذلك السباحة والغطس لمسافات طويلة. ذلك التدريب على أعمال الأداء والقفز بالمظلات نهارا وليلا، وذلك برا وبحرا، وتنفيذ طوابير السير لمسافات بعيدة باعتبارها من أهم طرق الاقتراب من الأهداف.
كما يتم التدريب على استخدام الأسلحة المختلفة والمعدات وتنفيذ العديد من الرمايات الغير نمطية باعتبارها مهارة أساسية لرجل الصاعقة، بجانب القدرة على التعامل مع المفرقعات ودوائر النسف والقتال في مختلف الظروف المختلفة. ورجال القوات الخاصة رغم ما يتمتعون به من قوة بدنية عالية وقدرة عالية على القتال، إلا أنهم لم ينسوا دورهم في حماية شرعية البلاد وتأمين هذا التراب الذي ضحى من أجله الجميع منذ حرب 48 مرورا بحرب أكتوبر المجيدة وحتى أحداث 25 من يناير وثورتها العظيمة.